إذا حينما ننظر من الجانب من جانب أمن الطاقة فيظهر بأن هناك ما يكفي من المحفزات للطرفين المغرب فيما يخص مثلا لتأمين الطاقة لقطاع الطاقة والجزائر التي ستستفيد من الإيرادات باستكمال استماع طبعا الغاز الطبيعي المسال الذي يمر في خط الغاز المغاربي الأوروبي وحتى ربما هذا سيواصلهم إلى اتفاق ربما هذا لن يحدث في الأول من نوفمبر ولكن الأطراف كما يقال موجودة لعقد اتفاق في المستقبل القريب. كثر الحديث مؤخرا عن خط ميدغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة، هل باعتقادك هذا الخط قادر على تغطية أي توقف محتمل لخط الغاز المغاربي الأوروبي؟ نعم لقد كان هناك توسيع لذلك الخط طبعا التوسعة لا تغطي كل ما سيخسر أو يفقد إذا كان هناك وقف لخط الغاز المغربي الأوروبي فهو يذهب ثمن من المغرب إلى إسبانيا وميدغاز الذي يذهب مباشرة إلى إسبانيا لقد وسع الذي يذهب مباشرة ولكن مع تلك التوسعة فلن يكون كافيا هناك طرق لفعل ذلك ولا أعتقد بأن هذا يكفي سامر إلى أي حد يعد الغاز ضروري في معادلة توليد الكهرباء في المغرب برأيك؟ سؤال وجيه جدا والأمر يتعلق بهذا الجزائر هي المصدر الوحيد للغاز لدى المغرب فهم طبعا ينتجون كمية قليلة داخليا للاستعمال الداخلي ولكن الإنتاج والتنقيب في المغرب لم يكن قويا جدا بالنسبة للمغرب طبعا يأتي من المغرب والغاز الذي يأتي من المغرب 100% من طبعا يأتي من خط الغاز المغربي الأوروبي وهو مثل الدفع لعبوره عبر المغرب وهذا يستعمل طبعا من أجل إنتاج أو من أجل مصنعين في المغرب أو تشغيلهما ولكن عموما الغاز لا يمثل نسبة كبيرة ربما 10 أو ربما إلى 20% من توليد الطاقة يأتي من الغاز و50 إلى 55 من الفحم والباقي من الطاقات المتجددة المغرب طبعا رائد في الطاقة المتجددة في شمال إفريقيا ومصر أيضا رفعت حصتها لديها طبعا طاقة شمسية ولكن المغرب لديه كثير من القدرات في الطاقة المتجددة بالنسبة للطاقة المتجددة هي نظيفة وغير مكلفة ولكن حينما لا يكون هناك شمس ليس هناك طاقة وليس هناك ما يمكن أن يسد ذلك وأيضا المغرب عليه أن يعتمد كثيرا على ما نسميه الطاقة التي يمكن أن تجري في كل وقت وهي الغاز والفحم والفحم طبعا يعتمد عليه كثيرا ولكن 20% من الغاز والباقي من الفحم لو لم يكن هناك غاز ولم يكن هناك شمس يمكن نظريا الاعتماد على قدراتهم في الفحم ولكن عليهم أن يأخذوا في عين الاعتبار الفحم طبعا أسعاره الآن مرتفعة جدا وبأسعار قياسية و وطبعا إذا تعلق الأمر بأنهم سيستعملون الفحم سيكون مكلفا كثيرا وإذا على المغرب أن يعتمد الآن على الفحم وهذا سيكون مكلفا إذا قطع الغاز بالنسبة لبلد طبعا يمر بظروف اقتصادية غير مريحة ماذا لو نظرنا للسيناريو الآخر وهو عدم توصل بلدان لاتفاق حول خط الغاز ما انعكاس ذلك على كلا البلدين برأيك؟ نعم المغرب نتوقع بأنهم سيستوردون الفحم وسيستعملونه في قطاع الطاقة وربما أيضا سيكون لديهم مدخرات من هذا الفحم فمثلا البنك الدولي طلب من المغرب بأن يقلل استعمال هذا داخليا من ذلك الجانب نرى بأنهم سيغيرون ذلك أما بالنسبة للجزائر الجزائر عليها طبعا التزامات لإيصال الغاز إلى إسبانيا وحين طبعا الزبون الأساسي لم يصل إليه وإذا لم يصل ذلك من خط الغاز من خلال خط ميدغاز فعليهم أن يستعملوا خط الغاز المغاربي الأوروبي طبعا خطط خط الغاز المغاربي الأوروبي قديمة جدا وبعضها طبعا
جيدة، ولكن ما ينبغي أن يحدث للجزائر هو أنهم إذا استعملوا ذلك الخط وتلك القدرة لبيع الغاز الطبيعي المسال فعليهم أن يرسلوه إلى إسبانيا. هذا سيكون فعالا، ولكن كما قلت فإن الغاز الطبيعي المسال الآن غال جدا، وهذا يعني أن الجزائر ستكون لديها مشكلات مالية عويصة ولا يمكن ربما أن تنوع وارداتها وإيراداتها. هل سيكون لهذه التطورات أي تأثير على إمدادات الغاز في الأسواق الأوروبية برأيك؟ أقول لا. ربما هذا يعني بأن الغاز قد يغلي أو يرتفع سعره، فلنقل مثلا بالنسبة للجزائر إذا لم تستطع أن ترسل الغاز إلى إسبانيا فهي يمكن أن تحصل عليه مثلا من غاز من أسواق الغاز الطبيعي المسال. ما نحدده نحن بأزمة هو حين يتوقف كل شيء، ليس هناك أي توليد، ونحن لا نتوقع ذلك في شركتنا بكل تأكيد، لن يحدث هذا في أوروبا. ولكن أعتقد بأن السوق الآن ضيق جدا، والأسعار كما قلت غالية، والآن في مرحلة قياسية يمكن أن يلجأوا إلى روسيا. وهناك أيضا عامل آخر بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن نرى الغاز يرتفع سعره أكثر فأكثر. هذا لا يعني بأنه ليس هناك غاز، لكن يعني بأن الزبائن مثلي طبعا سندفع كثيرا لتدفئة بيوتنا.